بعد لحظات ينطلق أولى حواراتنا لليوم في إكسبريسو، باش نرجع لزيارة مساعدة وزير الخارجية الألماني لتونس، لقاها البارح بلجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج بالبرلمان. وأهم ما تم تداوله في اللقاء هذايا بخصوص العلاقات التونسية الألمانية، عديد المواضيع اللي تم تداولها حسب البيان الصادر عن مجلس نواب الشعب. معنا مباشرة نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، السيد النائب عمار العيدودي. صباح النور سيد النائب، أهلا وسهلا. أكيد، مرحبا مرحبا بكل المستمعين، وتحياتي للأخوة أعضاء مجلس النواب في عطلتهم البرلمانية. تفضل. مرحبا بك. هو كما قلت انتم في عطلة برلمانية للأسف فيه، لكن اللجان قاعدة تجتمع، قاعدين في نشاط، في متابعة للأحداث في على مستوى وطني مهم جدا هذايا. سي عمار، البارح كان لكم لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الألماني، لقاء خلينا نقول تم متابعة اللقاء هذا تقريبا بصفة مكثفة، كان عليه برشا حديث. مساعدة وزير الخارجية الألماني عندها مجموعة من اللقاءات، منها لقاء النواب في البرلمان من خلال لقاء معكم أنتم في لجنة العلاقات الخارجية، كيف لقاءات على مستوى وزارة الخارجية، متابعة عديد الملفات. اللقاء هذا في أي إطار يجي، وأهم النقاط اللي تمحور حولها اللقاء هذا البارح مع مساعدة وزير الخارجية الألماني؟ شكرا. يندرج لقاء هذا او لقاء لجنه العلاقات الخارجيه في نطاق سلسله من العلاقات مع دوله المانيا، في الاصل تعود العلاقات باختصار، اذكر العلاقات مع المانيا تعود لسنه 57، تطورت كثيرا اساسا انطلاقا من 2011 لتعزيز المسار والتحولات التي وقعت في تونس. تندرج هذه الزيارة بصفة أخص في جلسة الاستقبال التي عقدها السيد إبراهيم بودربالة مع السيد سفير ألمانيا في تونس في البرلمان طبعا في 3 ماي 2023. أهم محاور حضر عن لجنة العلاقات 4 3 ممثلين، الرئيس ونائب الرئيس والمقرر، وحضر ربيعنا السيد عز الدين التايب، هو عضو من المكتب المكلف بالعلاقات الخارجية، عضو مكتب وحضر المجلس من الجانب الألماني طرفان، شان الطرف في تابع وزارة الشؤون الخارجية السيد كاتجاكان والسيد ماركيت والسيد بيليت، وحضر اثنين آخران من ممثلين عن سفارة ألمانيا تونس، السيد سفير المانيا ممثل عن الاداره في السفاره، وحضرت بالطبع المترجمه وهي اخت تونسيه المانيه. هذم اللي كانوا حاضرين في اللقاء البارح. اللقاء البارح طرق على عديد النقاط، خلينا نقولوا في على مستوى النقاش، منها نقاط تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي في تونس، نقاط تتعلق بالجانب الحقوقي، نقاط تتعلق بجانب التشريعات بصفة عامة، ونقاط تتعلق بموضوع الهجرة اللي تطرح في النقاش مع الجانب الألماني. هو أهم ما تم تداوله كان إذا صنفناه إلى أصناف ممكن أن نقسمه إلى صنفين كبيرين. الصنف الأول يتعلق بقضايا الهجرة والقضايا المتعلقة والكلام الذي يتداول عن تونس من خلال الإعلام ومن خلال المنظمات ومن خلال حتى بعض الدول والمنظمات المالية شاسة. وهذا الذي استغرق وقتا اطول. والصنف الثاني هو يتعلق بالعلاقه الخصوصيه بين المانيا وتونس في مجال التعاون، سنذكره عنصر عنصر. يتعلق بمجال الهجره. اتكلمنا على شيئين. تحدثت نائبه الوزير الالمانيه عن دور تونس او ما يقال عن تونس او الصوره، خلينا نقول الصوره كانت تكون المشوهة عن تونس في الخارج نظرا لبعض الصور التي تنقل عن المهاجرين.
يعني جيت خليني نفهم من كلامك سي عمار، اللي قاعد نفهم فيه من كلامك في النقطة هذية، وأنه مساعدة وزير الخارجية الألماني جيت تستفسر على ما يتم تداوله حول وضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس، وما يتم الحديث عليه من أنه فما مشاكل يعني ومنها وغيره، دونك جيت تستفسر حول الوضعية هذه. لا ليس بمعنى الاستفسار، اثارت نقطه، اثارت نقطه من ان تونس تكاد تكون مهزوزه في جانب معين من الاعلام الذي تضر بالعلاقات الاقتصاديه وبالعلاقات الدوليه، ووضحنا هذه النقطه ان تونس معنيه كباقي الدول في ظل الحروب الثلاثه، هي ذكرت منطقتين للحروب اوروبا وافريقيا، واضفنا ان الشرق الاوسط كثير ومثل هذا مناطق توتر فيها تأثير بالضرورة على التعاون الدولي حتى وإن كان بين دولتين فقط، وأشرنا إلى أن تونس وحدها غير ممكن أن تحاسب على هذا، وتونس وألمانيا وحدهما كذلك لا يمكن أن تتحمل أو أن يتحمل كبلدين لوحدهما مسؤولية المهاجرين، وأشرنا إلى أن وضعية الهجرة غير الشرعية وغير النظامية وغير الإنسانية كما نسميها في مجلس العلاقات الخارجية وفي كتب تفسير الشعر لا تكاد تنحصر في تونس فقط. أعطينا مثال ما المهاجرين في أوروبا تعرضوا للابتزاز، تعرضوا للعنف وما خفي كان أعظم. صحيح قد تقع بعض التجاوزات اللا حقوقية في بعض الجهات، وهذا منطقي جدا، وعشناه على مدى سنوات في مختلف الظروف المشابهه للظروف التي تمر بها تونس. ثم قلنا ان تونس معنيه بتنظيم الهجره او بحل او البحث عن حلول مع بلدان الجوار ومع بلدان الاتحاد الاوروبي، بما انها دول معنيه كلها بهذا الشان، واشرنا الى ان الحل الامني لا يمكن ان يكون حلا جذريا او حلا نهائيا، لابد من مقاربات اخرى انسانيه واقتصاديه وثقافيه وما الى ذلك. التعاونيه اساس. كيفاش كان التفاعل الالماني مع الموقف التونسي ومع ما انقلتوه من صوره عن الموضوع هذا، موضوع الهجره غير النظاميه، هل فما تفاعل ايجابي مع ما انقلتوه من صوره للجانب الالماني؟ هل فما مقترحات لاحداث ما نعرفش انا نوع من التعاون بين تونس والمانيا في الموضوع هذا، والا باش نمروا عن طريق الاتحاد الاوروبي؟ الجانب الالماني كيفاش تعاطى مع الطرح هذا؟ بصدق اولا ارتاحت السفيره من خلال تدخلها ومن خلال تعليقها عن مداخلاتنا ثلاثه، ورات واكدت على ان الحل لا يكون فردي سيكون جماعي، سيبدا ثنائي طبع بين تونس والمانيا، بين تونس والمانيا، ولا بد من الانفتاح على دول الجوار ودول المعنيه سواء كانت في الجوار التونسي للإخوة الأشقاء في الجزائر وليبيا أو على دول الضفة الأخرى الضفة المتوسطية، لأن الجميع معني. ومن هنا تم الانتقال وبعد التأكيد على موضوع الهجرة والحلول المقترحة، طبعا ننظر في حلول إنسانية، من ثم كان الانتقال إلى العلاقة الداخلية والعلاقة الخاصة بين تونس وألمانيا في مجال التعاون المالي والتقني، في مجال التعاون السياحي والثقافي، في مجال التعاون في مجال التعليم، وفي مجال الرسم. سي عمار قبل ما نمشيو للجانب هذا، هو عندي سؤال في موضوع النقطه المتعلقه بالهجره اساسا. هل تم التطرق والحديث على مذكره التفاهم اللي امضتها تونس مع الاتحاد الاوروبي والاتفاقات اللي باش تجي بعد مذكره التفاهم هذه؟ معناتها طرقتوا للنقطه هذه في علاقه باليوم مذكره التفاهم وابرز المحاور اللي جات فيها. نعرف اللي ألمانيا من أهم الدول المؤثرة في القرار الأوروبي اليوم على مستوى البرلمان الأوروبي، على مستوى المفوضية الأوروبية، دولة عندها رأي مهم جدا وقرارها مؤثر في قرار الاتحاد الأوروبي. تم التطرق للنقطة هذه للموضوع هذا؟ لا بصدق لم نتطرق إليه في 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 عمق هذا السؤال وفي عمق هذا الطرح، فقط ما طرقنا إليه فيما يخص ألمانيا فقط، وأسجل لنا أمامي ملاحظات الوزير في ردودها، حتى أن تونس وألمانيا
كبلدين يشتركان في المشاكل، وهي بالضرورة مشكلة الحرب ومشكلة الهجرة ومشكلة غلاء الأسعار. هذا ما خلق توتر في المجتمعين وفي المجتمعات الكل، يعني هذه حقيقة. نعرف الحرب في أوروبا، الحرب الأوكرانية والروسية أثرت على الاتحاد الأوروبي، ونعرف موقف ألمانيا من الحرب، طرحت سؤال هو حول، ولا ذكرها زميلنا في عز الدين السيد، بأن تونس صوتت ضد التدخل الروسي في أوكرانيا، وتحدثنا عن الهجرة، نذكر أن ألمانيا مكتوية بنار الهجرة من الحرب السورية قبل أن تكتوي بها تونس، وغلاء الأسعار هو نتيجة هذه الحروب، وبينت أن ما يقع في تونس يكاد يكون أقل خطورة مما يقع في بعض البلدان الأوروبية، خاصة البلدان التي مثلتها الحرب عن قرب. واضح. سي عمار تبقى معنا فاصل صغير ونرجع لك لتطرق لبقية النقاط المتعلقة بالجانب الاقتصادي والمالي اللي تم مناقشتها في لقاء أمس بين مساعدة وزير الخارجية الألماني وأعضاء لجنة الهجرة بالبرلمان. بعد فاصل قصير نرجع لمواصلة الحوار معك. عودة لمواصلة الحوار مع سيدنا نائب عمار العيدودي نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان. نرجع لك سيد نائب في حديث على بقية النقاط اللي تم التطرق لها في لقاء أمس لنواب وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية مع مساعدة وزير الخارجية الألماني. تطرقت في جزء من اللقاء على ورجعت على الوضعية الاقتصادية الاجتماعية والمالية بصفة عامة والتعاون التونسي الألماني في هذا المجال. أبرز ما جاء من نقاط في هذا الموضوع. بالله نقطة صغيرة فقط بالإضافة تتعلق بالمشترك فيما يخص الهجرة، هو استعداد ألمانيا والتحضير لذلك بالدخول في برنامج تأمين الحدود. بالطبع هذا بحثا عن بديل غير أمن. نعود سأذكره في العلاقات سيدنا نائب. نعم نسمع فيك نسمع فيما يخص المساعدات التنموية والتعاون الاقتصادي. نعرف أن البلدين وقع في 25 جوان 2011 برنامج شراكة عنوانه تعزيز يأتي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي في تونس. وهذا البرنامج هو بديل ولا رديف عن برنامج قديم بعنوان شراكة من أجل التحول الذي وضعته ألمانيا لبعيد تونس سنة 2011. يعني البرنامج هذا دخل فيه ألمانيا منذ 2011 وتم إبداله يعني تطويره في الأصل. يعني تحيين البرنامج حسب المعطيات اللي موجودة اليوم على المستوى الاقتصادي اجتماعي وحتى سياسي وغيرها من المعطيات، تم تحيين البرنامج هذا. هو كذلك، وهو ربما كان أوسع في البداية خصوص الاتحاد الأوروبي ككل في بعده الأول، ثم أخذ بعضا خصوصيا أو بعضا ثنائيا، لذلك سمي برنامج التعزيز. فيما يتعلق بالاستثمارات الألمانية في تونس، نحن نعرف وهذا متداول أن ألمانيا تعتبر ثالث مستثمر أجنبي بلادي. صحيح. والاستثمارات تجاوز 5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. دون اعتبار هذا في كل القطاعات، دون اعتبار قطاع الطاقة. أشرنا فيه ركزنا في هذا الإطار بما أن ألمانيا مستعدة كما تقول على لسان الوزير، طبعا تقول نحن مستعدون
لمد يد المساعدة، طلبنا منها أن يكون هناك مزيد من التدخل لارتفاع النسبة من 5 فما فوق. كان تعليقها ضاحكا في نطاق النداء بالشأن السياسي فقط، قلت إن ألمانيا وحدها التي لم تتعرض إلى أي إشكال في مجال الاستثمارات في تونس، وقالت إن ألمانيا كذلك مستعدة لترفيع النسبة لولا الضغوط المفروضة عليها أوروبيا فيما يتعلق بتدخلها أو في علاقتها بالحرب الأوكرانية الروسية. يعني يود ألمانيا أن ترتفع هذا النسبة. عدد المؤسسات، تحدثنا كذلك عن عدد المؤسسات الألمانية في تونس، في 200 مؤسسة استثمارية بلغت جملتها 2433 مليون دينار، والأهم أنها توفر 65 ألف موطن شغل دون اعتبار قطاع الطاقة. دائما نتحدث عن قطاع الطاقة لأن هذا القطاع ما زال شئنا لم يتم استغلاله كما يجب، ما زال محل دراسة. طلبنا كذلك في ما يخص العلاقات التجارية عفوا، دائما نجد ألمانيا تحتل المرتبة الثالثة من بين دول الاتحاد الأوروبي في مجال التبادل التجاري مع تونس بقيمة 5,960 مليون دينار صادرات توسية، هذا فيما يخص صادرات نحو ألمانيا. ويقابل ذلك وإن كان العدد منخفض 4,109 مليون دينار من الواردات، هذه إحصائيات 2021. طبعا لا ننكر أن المعاملات التجارية والمعاملات المالية قلت أو بقيت محافظة على حجمها أو على نسبها بدءا من سنوات السنتين الكورونا والتي أعقبتها الجائحة العالمية والتي أعقبتها جائحة الحرب في أوروبا وهذه الجائحة الجديدة في إفريقيا آخرها ما يحدث في النيجر. طبعا نتحدث هنا لا نقصد التدخل في شؤون الداخلية للبلدان، لكن هذا واقع أصبح واقعا إقليميا يتضافر مع واقع إقليمي آخر فيؤزمان الأزمة أكثر أو يؤزمان الواقع أكثر. سيد نايب، بالنسبة للتعاون الاقتصادي بين تونس وألمانيا، نعرف أنه حجم الاستثمارات الألمانية في تونس مهم، عدد المؤسسات كيف مهم، عديد المؤسسات الألمانية الرائدة موجودة اليوم في تونس كاستثمارات أجنبية مباشرة في تونس، كيف فما استثمارات غير مباشرة من خلال التعاون بين مؤسسات تونسية وألمانية اليوم في تونس، الدعم الألماني لتونس اليوم هذا واضح، مزيد تدعيم هذا الكل مهم. سؤالي اليوم فما وضعية مالية ضاغطة في بلادنا، تونس تبحث عن شركاء بعيدا عن المنظمات وخلينا نقول بعيدا عن المانحين الدوليين، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهم من المانحين الدوليين، في علاقات ثنائية مباشرة لإيجاد تمويلات لازمة لدعم الميزانية. هل تم تطرق للنقاط هذه؟ هل تم الحديث على الموضوع هذا؟ اليوم نعرفه فما محاولة لتفعيل دبلوماسية اقتصادية ومالية بالأساس قاعد يقوم بها وزير الشؤون الخارجية من جهته، من جهتكم كنواب شعب وكلجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان في لقاء البارح مع الجانب الألماني ممثلة وزير الخارجية الألماني، تم التطرق للنقطة هذه؟ تم الحديث عليها؟ تم التطرق في بصفة عامة لأن هناك إعدادات بين وزارتي الخارجية. أما التفاصيل لم نتعرض إليه، تعرف أن التفاصيل نتعرض إليه بعد أن يتم الإعلان أو يتم الاتفاق الدبلوماسي بين البلدين ثم ندخل في التفاصيل. شكرا. ما زلنا أكملك التعاون في مجال المالي. تم تطور ملحوظ انطلاقا من بدءا من 2011 بمبلغ جملي يقدر ب 121,037 سنة 2020. التعاون السياحي، ألمانيا تتصدر
سواح الاوروبيين، ومره اخرى نعود الى جائحه كورونا. لكن الملاحظ ان العدد عاد للارتفاع في سنه 2020 وسنه 22. 22 بالذات تم تسجيل ارتفاع عدد ملحوظ، حيث وصل عدد السياح الى 57 الف سائح. ألمانيا وفد على تونس من وفد 2022 هذا منذ سنة. حاولنا أن يكون التعاون لا يقتصر على السياحة فقط، حاولنا أن يكون ثقافيا، وطرحنا هذا، وسأعطيك بعض المقترحات المستقبلية فقط استعرضوا النقاط التي تحاورنا فيها. تحاورنا في التعاون مجال التعليم العالي، وأشارت نائبة الوزير إلى أن ألمانيا تعد مع لجنة يترأسها بجانب التونسي، الجانب التونسي عفوا، يترأسها السيد وزير التعليم العالي وفي إحداث جامعة تونسية ألمانية في إطار لجنة مشتركة. في هذا الإطار طلبنا منها أن تدعم ألمانيا المعاهد الثانوية للإقبال الذي نلاحظه عند التلاميذ على درس اللغة الألمانية، وطلبنا منها إمكانية أن تجهز دولة ألمانيا المخابر بالمعدات التي يقتضيها تدريس المادة. ونبقى معك في الحلول سأقدمها لاحقا، لأن الحس لم يكفينا الوقت. وأما فيما يتعلق برسكنة الديون، فهناك برنامج حماية السواحل التونسية، وطلبنا منها كذلك أن ينسحب هذا البرنامج على المناطق الحدودية أساسا، كما ينسحب على المناطق الداخلية والمناطق السياحية. هذا فيما يخص ما اقترحناه. الجلسة لم يكن، رغم أنها دامت ساعتين، إلا أنهما لم تكن كافيتين لتناول أو للحديث عن كل المواضيع. وتم اقتراح، ولما حين داهمنا الوقت تم اقتراح ان تبقى الجلسه مفتوح. سيستقبلنا فيها السيد سفير الماني اما في السفاره، او نعاود استقباله مره اخرى في البرلمان للحديث مفصلا وزياده عن هذه المقترحات. فنحن بدورنا لم نطرح ما عندنا من اسئله، ولم نتعمق اكثر في ما طرح علينا من ملاحظات او فيما تناولناه مشتركا. يعني اللي قاعد نفهم فيه انه في الفتره القادمه باش يكون فما لقاء، خلينا نقولوا في استمراريه للقاء هذا بين لجنه العلاقات الخارجيه بالبرلمان وسفير المانيا بتونس. اللقاء باش يكون في الفتره القادمه لمتابعه اللقاء هذا، وال خلينا نقولوا والدخول اكثر في تفاصيل بين الجانب التونسي والجانب الالماني على النقاط اللي تم التركيز عليها في اللقاء الاولي هذا بين لجنه العلاقات الخارجيه بالبرلمان و نواب الشعب والجانب الألماني ممثل في ممثلة وزير الخارجية الألماني. شكرا لك سي عمار العيدودي نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان على أعطانا ومدنا بكل هذه التفاصيل حول اللقاء اللي كان أمس في البرلمان بين أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وممثلة وزير الخارجية الألماني في تونس، اللي تقوم بزيارة إلى تونس، تقوم بعدد من اللقاءات. كان لها لقاء مع نواب البرلمان ممثلين في لجنة العلاقات الخارجية، كيف كان لها لقاء مع ممثلي وزارة الشؤون الخارجية، وعدد من اللقاءات الأخرى في إطار تعزيز العلاقات التونسية الألمانية. الموضوع الهجرة غير النظامية ما غابش على اللقاء هذايا، وكان من أبرز النقاط اللي تم تداولها كيف إلى جانب العلاقات الاقتصادية والمالية بين تونس وألمانيا. كان هذا أول حواراتنا لليوم في إكسبريسو. مازلنا نواصلوا معكم المواد، مازلنا نرجعوا على عديد المواضيع. بعد شوية باش نرجعوا على موضوع مطروح بشدة في المدة الأخيرة، طرحه رئيس الجمهورية في أكثر مرة في كل خطاباته تقريبا، تطهير الإدارة
من وكيف سيتم تطهير الإدارة؟ إن شاء الله بعد شوية يكون معنا الأمين العام لحزب تونس إلى الأمام ووزير الوظيفة العمومية وحكومة الإدارة سي عبيد البريكي اللي كان تولى الحقيبة الوزارية هذه في السابق، وكان تحدث برشا على موضوع تطهير الإدارة، لموضوع مراجعة التعيينات وكيفية متابعة الموضوع هذا. تنرجع بأكثر تفاصيل بعد فاصل قصير، نرجع لمواصلة الحوارات معكم في